هناك رجل فلنسميه مات، يجمع مات ملايينه من خلال العمل في صناعة الأخشاب. لكن بينما تعمل معظم الشركات وفقا للقانون، تقوم شركات وشبكات مات بقطع الأشجار بشكل غير قانوني وعلى نطاق هائل. لكن يمكن إخفاء ذلك بسهولة، لأن إمبراطورية شركات مات تتحكم في سلسلة التوريد بالكامل. وعلاوة على ذلك، فإنهم يدفعون ضرائب قليلة أو لا يدفعون ضرائب من الأساس، يستخدمون حسابات مصرفية خارجية، ويقدمون قيما خاطئة عن مخزون الأخشاب الخاص بهم، مدمرين المواطن الطبيعية ودافعين فصائل نحو الانقراض. هناك الكثير من المجرمين مثل مات، لكن الانتربول يتولى قضيتهم. برنامج الأمن البيئي من الانتربول يعمل مع قوات ووكالات الشرطة في الدول الأعضاء كي يساعدهم على منع وتحديد وإيقاف جرائم إزالة الغابات، ويفكك المجموعات الإجرامية خلفها. نجري عمليات عالمية ذكية لإيقاف إزالة الغابات بشكل غير قانوني والتحقق من الأسماء في قواعد البيانات الخاصة بنا. عادة ما يربط نفس الأسماء إلى جرائم منظمة أخرى، مثل غسيل الأموال، التهرب من الضرائب، تزوير المستندات، تجارة المخدرات، بل وأحيانا تجارة البشر، حتى نقاتل من أجل أن يتم التعامل مع قضايا إزالة الغابات واسعة النطاق على أنها احتيال شركات. جرائم الغابات هي الأكثر ربحا بين جميع الجرائم البيئية، فقيمتها تبلغ 152 مليار دولار أمريكي كل عام. إنها تسيء استغلال مورد حيوي يعتمد عليه بقاؤنا وبقاء الأجيال القادمة. الجريمة البيئية هي جريمة تؤثر علينا جميعا، ولهذا الانتربول مهتم للغاية بمحاربتها. الانتربول يربط قوى الطبيعة